اوه ست اللي سايقاه، واحده ست اللي سايقاه، الفرق ست اللي سايقاه. اللي هيفوت الفيديو ده هو خسران. انا فعلا مظلوم من عاصمه المغرب الرباط. خليني افرجكم عليها وما نضيعش وقت في الكلام. يلا بينا. اهلا بكم في الرباط. وصلنا الرباط عاصمه المغرب بعد 8 ساعات. هو ايه ده؟ على الرغم ان انا ما بقاليش نص دقيقه هنا، وعلى الرغم ان انا انبهرت من تطور ونظافه كازابلانكا جدا، بس ايه ده؟ ايه الرباط دي؟ يعني انا لسه خارج من محطه الباص، انا حاسس ان انا وصلت اوروبا. ما يعني ايه ده؟ نظافه غير طبيعيه، شوارع نظيفه، شجر منظم، كل حاجه منظمه. المغرب فعلا عاش، شكلي هندهش كتير فيه. يعني شوفوا الشارع عامل ازاي، عبور المشاه متظبط وكل حاجه نظيفه وكل حاجه مترتبه، مفيش حاجه معموله نص نص. فعلا انا منبهر. للاسف هيكون عندي هنا اقل من 24 ساعه، فهحاول اصور لكم الرباط في اسرع ما يمكن. يلا بينا نستكشفها سوا. دي مش باريس ولا دي اوروبا، هذه هي عاصمه المغرب الرباط. ممكن اللي يكون بيتفرج على الفيديو يفتكرني بافور او بزود فيها، بس بصوا استغلال المساحات، حاجه تحت الارض عاملين فيها ملاعب رهيبه، ملاعب كوره وملاعب باسكت، وهناك في جيم في الشارع للناس، ومساحات خضراء بكميه غير طبيعيه. بدايه غير متوقعه خالص في الرباط. بصوا النظافه ورايا، الشوارع نظيفه، الشوارع بتبرق، مساحات خضراء، فعلا شابو المغرب. الرباط مدينة نظيفة، يعني انا وصلت اتفاجئت. بصوا هناك، يعني دي محطة القطار، ايه النظافة دي بجد؟ انا مبهور ان دي بلد عربية يعني. واو. من المدينة القديمة او المدينة زي ما بيقولوا عليها هنا، يعني في كازابلانكا كانوا مسمينها مدينة عتيقة. هنا المدينة، هنا المكان اللي هنكون النزل بتاعنا فيه. هنا برضو بيقولوا على الفندق مش نزل، بيقولوا عليه تونس، بيقولوا عليه النزل، هنا بيقولوا عليه البيوت القديمه اللي هي الجيست هاوسز، فنادق اللي زي عندنا في مصر بنقول عليه، في مصر بنقول عليه لوكاندا، هنا بيقولوا عليه الرياض. فعندنا فندق الرياض اللي هننزل فيه، مدينه وبعد كده ننزل نصور. واخيرا رجعنا للشارع عشان نصور لكم بعد ما حطينا شنطنا وطلعنا على البلده القديمه. احساس غير كل المدن القديمه او الاسواق القديمه بتاعت مدن المغرب كلها، شبه الامارات مثلا، سوق الذهب او المدينه القديمه، شبه عمان، شبه مدن الخليج كتير، مدينه الرباط السوق القديم بتاعها. حتى الناس هنا محافظه على لبسها التقليدي جدا، كتير شايفهم باللبس التقليدي. بصوا الترام، والله اللي ما اتفرجش على فيديوهات المغرب او اللي ما جاش المغرب او ما عندوش فكره عن المغرب زي ما انا ما كانش عندي فكره عن المغرب، جه المغرب هينصدم جدا، لان انا ما عمري تخيلت ان دوله في افريقيا ودوله عربيه واللي هي المغرب هتكون بالتطور والنظافه. قابلنا صديقنا سيد من المغرب، من الرباط. السلام عليكم. مرحبا. ولففنا واخدنا دلوقتي على المارينا. المارينا انا حاسس ان انا وصلت دبي. دبي بقى بجد، يعني ستايل تاني خالص عن كل، عن كازابلانكا وعن مراكش، ستايل تاني مختلف عن الصويره، العاصمه في الاخر. بس فعلا الشوارع نظيفة ازاي؟ مارينا تحس نفسك ماشي في الجونة او ماشي في دبي. يخوتها كتير، يخوتها كبيرة. الصراحة انا بقعد اعيد وازيد واكرر قد ايه الرباط ابهرتني، قد ايه الرباط منظمة. وعلى سبيل المثال صديقي بيقول لي ان البيوت اللي هنا اللي ساكنة على المارينا سعر المتر هنا 5000 دولار. وسريعا نكون اخذنا جوله ليليه في مدينه الرباط، اللي الصراحه ما كنتش عايز اظلمها واتفرج على معالمها في الليل، فالصباح القاكم وناخد جوله سريعه قبل ما نطلع على طنجه في مدينه الرباط. اشوفكم بكره. صباح الخير من الاصدقاء تاني، رجعنا لكم من الرباط. بصوا الشوارع عامله ازاي، الشوارع ملونه وقديمه. وبصوا السيد هناك تاني. صباح الخير. اهلا. صباح الخير. اللي بيميز اسواق الرباط لحد دلوقتي، يمكن عشان هي عاصمه ففيها النظام اقوى شويه، هو ان مفيش حد مثلا بياخد جزء من الشارع، الدنيا منظمه جدا، فتحس انك ماشي براحتك، مفيش صوت عالي،
فعلا احساس ان انا في مدينة اوروبية ولكن في بلد عربية، في حاجة تدعو للفخر. اللوحة بعملها في 3 دقائق بس. 3 دقائق؟ اقل من 3 دقائق. ما شاء الله. احمد البدوي. شلاه يا بدوي. شلاه يا بدوي. المدينة القديمة اللي هي اسمها القصبة، هنا بيلتقي واد اللي هو النهر بالمحيط، شبه سيدي بوسعيد في تونس، نفس الفكرة، أبيض وأزرق، شبهها كتير وجميلة. وصلنا عند آخر نقطة في مدينة الرباط، التقاء نهر بيرقراق في مدينة القصبة القديمة مع المحيط. جو النهاردة يمكن للأسف هوا شويتين ومغيم، بس بصوا المنظر، يعني ده هناك المحيط وده النهر وبيلتقوا هنا تقريبا. جينا على المكان ده عشان نفطر، مكان طابع استنوا المنظر، استنوا المنظر. يلا 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 جاهزين للفيو. نيجي هنا، ده اسمه دار الكرمة الكرم. بصوا الفيو، مغربي كده. صعب مغرب. المكان الثاني اللي هنروحه صومعة حسان، بس بصوا الرباط والله قطعة من سويسرا. الترامواي، بصوا النظافة اهو. ست اللي سايقاه، واحدة ست اللي سايقاه، الترام ست اللي سايقاه. الباصات والترام ست اللي سايقاه. واو واو واو. الشوارع، بصوا الراجل بيكنسها هناك يوميا، بينظف الزرع. شابوه شابوه، يعني هتسمعوا كلمة شابوه دي في فيديوهات المغرب كتير. انتهت جولتنا للاسف في مدينه الرباط سريعا. اللي فاجئتني لحد دلوقتي، انا كنت متفاجئ من كذا، الناس قالت لي استنى لما تروح الرباط، ودلوقتي بيقول لي استنى لما تروح طنجه. يعني الرباط بالنسبه لطنجه ولا حاجه، فانا مش عارف هلاقي فين احسن من كده. يعني انا دلوقتي انا عايز اعيش في مدينه الرباط، لسه بقول له شوف لي شقه. بس خلاص رايحين دلوقتي على القطار، هنجرب تجربه القطار السريع في الفيديو الجاي، استنوه. كده تكون انتهت جولتنا في مدينه الرباط. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لها لايك وشير، ما تنساش تعمل سبسكرايب. خلاص فاضل 500 على 100,000. شكرا لكل واحد بيعمل سبسكرايب ولايك وكل واحد بيدعمنا. شكرا. الفيديو الجاي ما تفوتوش فيديو قطار، ده اسرع قطار في افريقيا كلها، قطار سرعته 320 كيلومتر في الساعه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. ده منظر محطه القطار من بره، تخيلوا ده مش مطار ولا شوبينج مول، ده محطه القطار، ده اللي هتشوفوه في الفيديو القادم.